ولايه قسنطينه كما تعلمون فهي مكونه من مديريتين للتوزيع، مديريه قسنطينه ومديريه علي منجد. بالنسبه لعدد الزبائن الذي تسهر هذه المديريتين على تسويقهم، بالنسبه للكهرباء عندنا 328,000 زبون للكهرباء و 277,000 زبون للغاز. حنا اليوم بالنسبه للتعليمات السيد الرئيس المدير العام بصفه عامه والتي اولى اهميه قصوى لها، هي اولا الاندلاع في ربط جميع المنشات الخاصه، بدايه بربط المستثمرات الفلاحيه الاولى والتي اولى لها اهتمام خاص، ثانيا ربط مناطق الضبط، ثالثا ربط المنشآت المائية تسقي هيدروليك، ربط المنشآت المدرسية وربط السكنات. جميع هذه برنامج الدولة كيف برنامج الدولة اللي قلتها زول ولاية على عاتقها ولا بلديات ولا عندنا 42 مشروع غاز و 42 مشروع كهرباء و 62 مشروع غاز. هذا الشيء لم في إطار زبائن جدد، لو كان 1049 مشروع كهرباء و 570 مشروع غاز في إطار تمويل مسبق. إن شاء الله يكون ربط 39 مشروع غاز 39 مشروع كهرباء. السيدة تخلي سويبة مكلفة بالإعلان لدى صنع الغاز مديرية التوزيع علي منجد. تسعى مديريتي التوزيع قسنطينة وعلي منجد جاهدة من أجل تجسيد مخطط اجتياز صائفة 2022 بكل أريحية، وكذلك من خلال تقديم خدمة ذات نوعية وجودة لدى الساكنة من أجل التخلص من أي اضطرابات على مستوى الشبكة. وقد كثفت ووضعت برنامجا خاصا ومخططا من أجل دعم المناوبة وكذا تكثيف عدد المتدخلين من أجل اجتياز صيف مريح، أيضا من خلال برامج الصيانة وكذا تعزيز الشبكات الكهربائية. سيتم بمشيئة الله قضاء هذا الصيف بدون أي اضطرابات، خاصة ننوه أنه للأسف سنتخلص من كل هذه المشكلات الصغيرة، خاصة وجود عدد هائل من حوادث السرقة التي تؤثر سلبا على الشبكة الكهربائية، خاصة وأنها شبكة حية ومعرضة لمختلف المؤثرات الخارجية. كذلك ناهيك عن عدد الاعتداءات التي تطال المنشآت الكهربائية والغازية، وتبعا لتعليمات مجمع صنع الغاز كل هذه الوسائل المادية والبشرية في قيد اجتياز صيف مريح. كريم بدولة مكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية صنع الغاز مديرية توزيع قسنطينة. اليوم هو عبارة عن لقاء صحفي تم عن طريق امتياز قسنطينة، الإجماع بين مديرية توزيع قسنطينة وعلي منجلي، وكان في اللقاء الصحفي السيد مدير توزيع قسنطينة حبوش عمر والسيد عبد اللطيف بلهرش مدير توزيع علي منجلي. بالضبط حاول أن نقدم المشاريع المهيكلة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز صنع الغاز على مستوى الإنجازات إلى غاية 31 ماي 2022. حاولنا أن نتكلم على عدة برامج، من بينها هنالك برامج تنفع الدولة وربط الزبائن الجدد بالإضافة إلى إطار التمويل المسبق وكذلك التمويل الخاص. إذن حاولنا أن نقدم جميع التفاصيل لغاية 31 ماي، ما تم إنجازه وما تم سوف يتم إنجازه. تكلمنا إذا على من القضل، تكلمنا على المستثمرين وهذا وفق لتعليمة السيد الرئيس المدير العام لمجمع صنع الغاز، وكذلك على الفلاحيين وتزويدهم بالكهرباء. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.